سؤال على الوايل لوب محددة العدد، يعني عندنا عدد محدد. We'll write a C++ program that calculates the value of pi from the infinite series اللي هي 4 minus 4 over 3، بعدين minus تبقى plus 4 over 5، بعدين plus تبقى minus برضو 4 over 7. نلاحظ كده ان 4 ثابتة، هنا 4 over 1 المقام بيزيد كل مرة 2، والإشارة كل مرة بتتغير، plus تبقى ماينس وماينس تبقى بلس. يبقى احنا عندنا في كل ترم في بسط ومقام وإشارة، يعني نعرف ثلاث حاجات. أولا الباي اللي احنا عايزين نحسبها تبدأ بصفر ونجمع عليها كل حد كل شوية، يعني حد من الحدود يتجمع كل مرة في اللوب. اللوب هتتعمل، يعني بدأنا الاي بواحد واللوب هتشتغل لغاية ما توصل لمتين ألف واي بلس بلس. في المحدد العدد بنبدأ عداد بواحد قبل اللوب، والعدد بيبقى مكتوب هنا في اللوب، ويبقى في اي بلس بلس في نهاية اللوب، ونعمل الشغل جوه. طيب ايه الشغل؟ احنا محتاجين يكون عندنا 4، ده البسط معروف. اما الحاجة اللي هنقسم عليها تبدأ بواحد، 4 على 1 اول مرة زي ما احنا شايفين 4 over 1، بعدين يعني كل مرة تزيد 2، 3، 5، تزيد 2، فكل مرة الديف اللي هنقسم عليها بتزيد 2. الساين بدأناها بواحد، أول مرة كان موجب، 4 على 1 موجب، وبعدين كل مرة الساين بيتغير إشارته، يعني كان موجب كان واحد، ضربته في سالب واحد بقى سالب واحد، المرة الجاية سالب واحد وسالب واحد هيبقى بواحد، المرة اللي وراها هيبقى سالب واحد وهكذا. طيب الديف أول مرة كان بواحد، وكل مرة يزيد، تاني مرة يظهر 3، 5، 7، 9 وهكذا. طيب الباي بدأناها بصفر، كل مرة الباي بتزيد بمقدار الأربعة ضرب الساين اللي كل مرة بتتغير، أول مرة بواحد تقسيم الدف أول مرة بواحد، يبقى أول مرة الباي كانت بصفر نزيد عليها 4 ضرب واحد تقسيم واحد. للمرة القادمة الدف صارت 3 والساين صارت سالب واحد، وزودنا العداد، ندخل نعمل إيه؟ الباي الجديدة اللي كانت 4 هنزود عليها 4 ضرب سالب واحد تقسيم 3، 4 ضرب سالب واحد اهي تقسيم 3 وهكذا. المرة اللي وراها الدف بقت بخمسة والساين رجعت بقت بواحد، العداد زاد واحد، يبقى الباي هنجمع عليها 4 ضرب موجب، الساين بقت بوزيتيف والدف بقت خمسة، يبقى جمعناها 4 على 5 اللي هي دي. المرة اللي وراها هتبقى الساين هتبقى سالب والدف هيبقى 7، فهنجمع عليها سالب 4 تقسيم 7، المرة اللي وراها 4 تقسيم 9 وهكذا. يفضل شغال، طبعا الباي تفضل تزيد وتقل تزيد وتقل وتزيد وتقل. لو عملتها 200,000 مرة هتوصل لتقريبا، وقال اطبع 6 خانات بعد العلامة العشرية. بعد ما خلص اللوب 200,000 مرة نطبع الفاينل فاليو از، وطبعا 6 خانات بعد العلامة العشرية، وطبعا قيمة الباي هتلاقي ان هي قربت من القيمة الحقيقية اللي هي 3.14159، هتلاقي قربت جدا منها. طبعا كل ما تزود العدد ده كل ما توصل لدقة اكبر. طبعا ده مثال للوب غير محددة العدد، اللي هو يبدأ بواحد وكل مرة يزيد واحد نهاية اللوب.